بسم الله الرحمن الرحيم. المدرس يدخل المسجد. The teacher enter the mosque. التلميذ The entering the mosque. the teacher يا is in سلمي اكتب الحرف السيسي شو بره اكتب الحرف الصحيح مكان نقطتي. زهر. اوكي أذان. أذان. يتوضأ. عشرون. الشرون اوكي رتب الكلمات الآتية لتصبح جملة مفيدة. لتصبح جملة مفيدة. رتب الكلمات الآتية. Arrange the following words لتصبح to make so that it become so that is become جملة مفيدة. Beneficial. مفيدة. so that it become a meaningful sentence. Sentence. Become. Sentence. ليصلي المسجد. أذهب إلى المسجد لأصلي. المدرس الفصل يدخل المدرس الفصل. المدرس يدخل الفصل. The teacher is entering the classroom. هذا أذان الظهر. This is the أذان is هذا أذان الظهر أوكي هذا أذان الظهر. سل بين العبارات المجموعة. Join بين العبارات. بين العبارات. بين العبارات مين between the phrases Phases. Join between the phases of the group. yes or join the phrases of the group Hamza or column Hamza and the words of the group B or Ba Join phases of the group Hamza and words of the group B. الأستاذ يصلي الظهر. الطالب يلعب الكرة. التلميذة تقرأ قصة. المدرسة تدخل الفصل. الدرس السادس وأربعون.
46 listen المعمل ठीक है, معمل लैब, المعمل البعثة السادس عشر الحوار دراك عمر من فضلك أين المعمل من فضلك yes. please where is the lab مناع المعمل في الدور الثالث the lab is in the third floor عمر أنا أعرف معمل العلوم I know science lab أريد معمل اللغة I want language lab language lab مناع معمل اللغة في الفناء the language lab is in the The courtyard. courtyard أمام المكتبة in front of the library مناع تعال معي come with me أنا ذاهب إلى هناك I am going to there عمر شكرا مناع عفوا التدريب الأول أجب عن الأسئلة الآتية مستعينا بما تسمع بين القوسين answer the following answer about the following question مستعينا to making بما تسمع which you hear بين القوسين making use of what you hear or what is between the two brackets, okay? بما تسمع what you heard بين القوسين or between the brackets مدرس أين المعمل؟ المعمل في الدور الثالث أين المقصف؟ المقصف في الفناء أين الفصل؟ الفصل في دور الأول أين القلم؟ القلم في الحديقة أين कोशिश किया करें आखिरी हरकत को ना पढ़ा करें हकीबा حقيبة أين المشرف مشرف مشرف أين المشرف المشرف في النادي أين الأستاذ الأستاذ في المسجد التدريب الثاني استبدل كما في المثالين replace like in it two examples المعمل في الفناء المعمل في الفناء مقصف المقصف في الفناء حديقة المقصف في الحديقة التلميذ في الحديقة المسجد التلميذ في المسجد الأستاذ في المسجد الفصل الأستاذ في الفصل الطالب في الفصل الطالب في المعمل
الدرس 47 47 lesson تدريبات exercises الوحدة السادسة عشرة سادس عشر. السادسة عشرة الوحدة السادسة عشرة أجب عن الأسئلة الآتية answer the following question أين معمل العلوم where is science lab معمل العلوم في دور الثالث أين معمل اللغة معمل اللغة في الدور الأول هل يريد عمر معمل العلوم؟ لا يريد عمر معمل اللغة معمل اللغة لا يريد لا يريد دودها لا استعمال كنده لا لا يريد لا لا يريد عمر معمل اللغة ماذا يريد عمر؟ يريد عمر معمل اللغة معمل اللغة هل تذهب إلى المعمل؟ نعم أذهب إلى المعمل هاتي أسئلة لما تحته خط كما في المثال bring questions لما تحته in For it what forward is underlined? تحته in it under Bring questions for what is underlined, like in the example. underline what is underline كما في المثال like in the example الأستاذ في المسجد the teacher is in the mosque أين الأستاذ where is teacher نعم التلميذ في المعمل هل تلميذ في المعمل عمر يذهب مع محمد إلى المعمل عمر أين يذهب عمر مع محمد أشتري القلم من المخزن قلم أين تشتري القلم هذه طوابع سوريا इसका क्या सवाल बनाया चौथे का? أين تشتري القلم؟ ये من أين اشتريت؟ اوكي من أين تشتري الكرم؟ اوكي من أين تشتري القلم؟ أين تشتري؟ هذه طوابع سوريا ماذا؟ ما هذا؟ ما هذه؟ ما هذه؟ أريد أذهب إلى المكتبة لأقرأ. Why are you going to the library? لماذا تذهب إلى المكتبة؟ لماذا تذهب إلى المكتبة؟ لماذا؟ أريد معمل اللغة. أريد معمل اللغة. معمل اللغة. أين
ماذا ماذا تريد ماذا تريد ماذا تريد أريد معمل اللغة لا المعمل في الدور الثالث هل معمل في الدور الأول لا معمل في الدور الثالث أبدأ إقرأ 25 25 26 26 27 27 حول الأعداد الآتية إلى الأرقام ثم رتبها حول convert the following counting to the numbers ثم رتبها then arrange them 26 numbers into digits and then arrange them into digits. into digits into digits ستة وعشرون اثنان وعشرون خمسة وعشرون اثنان وعشرون ثلاثة وعشرون أربعة وعشرون خمسة وعشرون ستة وعشرون اقرأ عفوا أعرف عراقي عربية عشرة معمل العلوم تعال السعودية نعم طوابع مناع 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 الدرس 43 الملعب والمطعم the playground and the restaurant hotel الوحدة السابعة عشر الحوار عثمان من أين أنت قادم؟ من أين أنت قادم؟ Where are you from coming? Where are you coming from? Where are you coming from? Where are you coming from? أنا قادم من الملعب. I am coming from the playground. طارق يبحث عنك. طارق يبحث عنك. طارق Arik is looking for you. طارق is looking for you. Looking for you. عثمان لماذا؟ Why؟ لتلعب معه. For playing with you. To play with you. معه. Or play with him. Play with him. To play with him. عثمان أنا ذاهب إلى الملعب. I am going to playground. هل تذهب معي؟ Do you go Will you go with me? with me? Do you go with me? Will you go Will with me? you go with me? Will you go with me? عاطف لا أنا ذاهب إلى المطعم. No, I am going to the hotel. لأتناول الغداء. To eat lunch. مطعم restaurant Restaurant. مطعم. or cafeteria canteen. Cafeteria. ثم لأتناول
الغداء to eat lunch ثم عهدروا إلى الملعب then I will come to Then I will gonna go, then I will get to the ground. get to the then I Yes. will then I will get to the playground. عثمان مع السلامة with the peace. مع السلامة. Goodbye. Goodbye. Stay in peace. أجب عن الأسئلة الآتية مستعينا بالصور. Answer the following question taking help by the picture. من أين أنت قادم؟ Where are you? Where are you from coming? Where are you coming from? Where are you coming from? Where are you coming from? أنا قادم من الملعب. I am coming from the playground. من أين أنت قادمة؟ And where are you coming from? أنا قادمة من المطعم. أنا قادمة من الملعب. قادمة من الملعب. من أين محمد قادم؟ محمد قادم من المكتبة. من أين المدرسة قادمة؟ المدرسة قادمة من الفصل. كون جملا كما في المثال. Make sentence like in example. المطعم أتناول الغداء. أنا ذاهب إلى المطعم لأتناول الغداء. أنا ذاهب إلى المسجد لأصلي الظهر. أنا ذاهب إلى المكتبة لأقرأ القصة. أنا ذاهب إلى الفصل لأرسم الصورة. أنا ذاهب إلى الملعب لألعب الكرة. أنا ذاهب إلى المقصف لأشتري القلم. الدرس الخامس. خامس. الدرس 50. خمسون. خمسون. التدريبات. exercises. الوحدة السابعة عشرة. التدريب الأول. أجب عن الأسئلة الآتية. answer the following question. من أين عاطف قادم؟ عاطف قادم من المطعم. من يبحث عن عثمان؟ طارق يبحث عن عثمان. لماذا يبحث طارق عن عثمان؟ يبحث طارق عن لأن يبحث طارق عن عثمان. لماذا يبحث طارق عن عثمان؟ ليلعب ليلعب معه. ليلعب معه. يلعب معه. هل يذهب عثمان إلى الملعب؟ هل يذهب؟ نعم يذهب عثمان إلى الملعب. إلى أين يذهب عاطف؟ إلى أين يذهب عاطف؟ عاطف يذهب عاطف إلى المطعم. لماذا يذهب عاطف إلى المطعم؟ يذهب عاطف إلى المطعم لي
تتناول الغداء. ليتناول ليتناول. ليتناول الغداء. أين تتناول الغداء؟ Where are you eating? Where do you eat? Where do you eat the lunch? أين تتناول الغداء؟ أتناول الغداء في البيت. أجري الحوار المتسلسل. عد كونت 28 28 29 29 30 30. حول الأعداد الآتية إلى الأرقام ثم رتبها. 29 25 25 26 27 27 28 29 30. اقرأ. ثم 2 3 8 12. عثمان يبحث. الثالث فراغ. انسك. ثم الثالث يبحث. 2 عثمان 30. 53 ठीक है, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह यहाँ से करेंगे.